مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد ديال قناتكم شوشو شانيل. كيف نتوما؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا انا معكم في الصالون. هذا صالون ديال شقه نموذجيه ديال دوبلكس اللي كاينين في ما بين تمارا وعين عوده، يعني في نواحي ديال الرباط، قريبه بزاف الرباط، واحد تقريبا 45 دقيقه بالضبط من الرباط، حتى انا حسبتها كامله من طريق وكلشي مع لي ستوب، وهذا 45 دقيقه على الرباط، يعني قريبين بزاف بالنسبه لواحد يخدم في الرباط ولا هذا. ومزونين دوبلكس، يعني بحال ابارتمون ولكن فيها التحتي وفيها البروميير ايطاج، فيها اربعه لي شومبر، وهذا الصالون هذا اللي كتشوفوا والكوزينه وجوج حمامات، طواليت لتحت والفوق كاين الحمام والدوش. هادو كيعملوا دوبلكس ديال 25 مليون. غنعمل لكم دوره فيها ونعطيكم عليها لي ديتاي كاملين في هاد لا فيديو، دونك خليكم على فيديو تشوفوا لي ديتاي كاملين ان شاء الله. اللي باقي ما ابوناش للقناه يتابونا، بالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم، الناس القدام راكم مالين الدار. خليكم على فيديو. ها هو مشروع الفردوس، هو هذا شفتوا كيفاش عامل. هذه هي الطريقه دي اللي كتدي العين عوده، وهذه اللي كتجيب لتمارا وسيدي يحيى زعير، وهذه كتخرج المنزه، وهذه هي الدخله بغود فونت. دابا حاليا كاين هنايا في هذا القنت وكتمشي، وها هما، ها هو المشروع كامل. ها نتوما شفتوا، باش نوريكم الطريق على ارض الواقع، هذا البيغو دو فونت، راه ما غيبان لكم شي شميشه قبلتنا ديال مدينه الفردوس. هذا الرون بوان هذا فيه ثلاثه ديال التشعوبه، بليتو اربعه، لهي قبلتنا كتمشيو كتدي نيشان المنزه، هذه اللي ماشيه منها هاد الطوموبيل كتدي لتمارا ولا سيدي يحيى زعير، عاد تمارا سيدي يحيى زعير، عاد مرت الخير، عاد تمارا، لهي كتدي العين عوده. وهنايا هو فين كاين المشروع ديال مدينه الفردوس اللي عاملها الضوحه، راه فيها الجامع، فيها الثانويات، فيها واحد الثانويه، فيها جوج الاعداديات ومدرسه ابتدائيه طبعا، يعني واخا شويش بعيده، ما شويش 45 دقيقه على الرباط، ولكن فيها زعما معدلينها على اساس فيها كل شيء. ها نتوما شوشوات، هذا هو البيغو دو فونت ديال مدينه الفردوس، ها كبير هنايا، وهنايا كاينين طبعا لي زابارتمون تيموان اولا الشقق النموذجيه. بالنسبه للدخله، هذه هي الدخله ديال الشقه، هذا دوبلكس باردون، يعني الشقه كتدخلوا من تحت وكتلقاو حتى الدرجات كيطلعوا الفوق. هنايا عندنا اول حاجه على اليمين ديالكم اولا على الشمال، على حسب كيفاش غتكون موجهه البني ديال الدار. عندك هنايا الطواليت، هادي جايه تحت الدرج، هادشي اللي كتشوفوا راه الدرجات اللي طالعين. هانتوما الطواليت، هنا عاملين لو زعما مالا ديكو باش تشوفوا شنو كاين. طواليت هنايا ستيتو طواليت ولافابو، ما فيهاش الدوشا. من بعد غنرجع لكم الباب، هذا الباب ديال الدخله، كاينه الكوزينه، نرجع لكم بعد باش تزيدوا تشوفوا مزيان. طواليت ياكم، ها هي الدرج، بيت الكلاس، صالون، الكوزينه، والباب ديال الفصيل هذا، ومن بعد الفوق هما فين كاينين لي شومبر، ثلاثه لي شومبر اخرين. فوالا هنايا هذه الكوزينه، ها قداش نيه العنينه، كنخرج برا باش تشوفوا القياس قداش باش تحاولوا. المهم فيها 35 لتحت و 35 في الطبقه الفوقانيه، في التوتال 70 متر ابيطابل، هما كيقولوا 70 متر ولكن 70 متر في تحت 35 والفوق 35. الكوزينه ها هي، فيها اللورنيه كتسلم بهذا الزليج هذا، طبعا كوادروس وديك الشيء ولي ستور وهذا ما غيكونوش، ولكن هذا الزليج هو اللي كيكون فيها والبيبان وديك الشيء. وهنا حيت لابارتمون تيمو طبعا راه مفرشينه وديك الشيء. كوزينه ها قداش نيه، شفتوها على عرض الكوزينه، هذه 30 30 30، قلت 90، هذه 40، لا هادو 40، 40 في 40 80 تقريبا، اكثر من متر واحد شويه هاد العرض هذا. وهنا كاينه هاد الدخيله، كيقولوا هاد المنطقة هادي غيكونوا عاملينها نورمالمون بالكون، هنا هذا غير حيت الشقه النموذجيه بانيينها هنايا في بيغو دو فونت، داكشي علاش كاينه هاد الاطلاله من هنا. ها نتوما كتشوفوا شريج مستيطو الصراحه، ولكن المهم فوالا، هادو الدروج اللي غيطلعوا الفوق. دابا صبروا غنوريكم، نكمل لكم التحيط عاد ديك الساعه. عندك هنايا كاين هذا فحال هنا هما عاملين له صالون صغير، حد يقدروا يعملوا بحكم حنا عارفين المغاربه كنخليو الصاله دائما الضيوف نقيه وكنعملوا واحد الصويلين كنجلسوا فيه حنا، كيقولوا له بيت الكلاس ولا سيجور ولا كل واحد كيفاش كيسميه. هنايا عاملين هذا، خذوا فكره حتى على لا ديكو
كيفاش عاملها هانتوما، شفتو؟ راه طبعا من الحيط هذا غير البابي عندي يسحب لكم، راه غيكون هيدا مصبوغ، كيكون هيدا الحيط ابيض عادي. شوفوا هنايا فوالا، هذا عاملينو هما صويلين، تقدر تعملو فيه ال طابلة د الماكلة، بيت اخر د الضياف اللي بغيتو. هنايا صالون بلدي، ها هو ندخل نوريكم تشوفوه كامل. ها هو كيفاش عامل، هنايا واحد الطابلو كبير صالون. شوفوا حتى بالنسبة للناس اللي ما بغاتش تشري تقدروا تشوفوا غير لا ديكوراسيون ولا الديكور كيفاش عامل، المارياج الالوان، لابياج ميغال عاود، فهمتوا؟ شوفوا هذا اللون التريا عجبني نحاسي فوالا. وهذاك الباب الفصيل، ها حنا نعاود لكم باب الفصيل، الطواليت، الدروج، بيت الكلاس، الكوزينه هي من هاد الجهه. صافي هذا هو الصويلن، هاودا هاودا. شوفوا الديكور هنايا شفتو، انا غنعاود نرجع تلبس صندالتي حيت زولتها باش ندخل فوق الطابي. ها هي نعاود نوريكم الصالون كامل، شوفوا فوالا ها الكوزينه فاين. ونعطيو بظهرنا للكوزينه وغنطلعو مع الدريجات. شفتو شفتو كيفاش عامله، بسم الله الدروج هما مزلجين، هيدا كيتعطاو مزلجين، والصباغه هنايا صباغه د الماء ماشي د الزيت، يعني الواحد ملي غيدخل ضروري غيعول انه يعاود شويه الصباغه. هنايا عاملين هاد المرايات، طبعا ما غيكونوش غيكون الحيط ابيض، نتوما غتعدلوه على حساب هذا. هما كيعملوه باش كيزوقوا كيديكوريو ديك الشيء. اول ما كتخرجوا من الدروج كاينين كاينه هادي، كاينه الطواليت والدوش التحتانيه، الطواليت التحتانيه اللي تحت الدروج فيها غير لافابو وهذا والبيدي، الفوقانيه فيها حتى الدوشه عزكم الله. هنايا الواحد يقدر يعمل غير ديك سيباراسيون باش ما يرش شي، سينو يقدر يخليه سورتو الا كان الميه الزليج معوض. فوالا ها الدريجات، شوفوا هنا شنو عاملين في الطابلو كبير في الدروج، يقدر الواحد يعمل مرايا عاود تعطيه لسباس. الدروج ماشي صغارين، كبارين مزيونين، ماشي ديك الدروج ضيقين ولا فوالا. هنعاود لكم ها نتوما ها الحمام، طلعنا من الدروج. هنايا قبلتنا ثلاثه البيوت، بيت بيت وبيت. غنبداو من اليمين بسم الله، ها البيت الاولانيه. ها هو كيفاش عامل، شفتو؟ طبعا اعود واكرر، هذا الشيء اللي كتشوفوا في الحيط ما غيكونش، هذا غير بابي بام لصقينو، اللي غيتسلم غيسلم الحيط هيدا بيض عادي مصبوغ بصباغه د الماء. فوالا هادي عاملينها زعما شومبر بارونتال كبيره، وهاد الشريجمات غيكونوا كاملين كيعطيو ولا كيطلوا، هاد الريدو عاملينه كبير بلا فايده، ها كيطلوا على برا، هنا كيطلوا على هادشي التحتاني حيت هذا مبني في وسط البيرو دو فونت، والاخرين باقيين عاد كيبنيو فيهم. البيت الاول، البيت الثاني ها هو وحده، عاود هو عنده الطاقه عنده الشرجم. ها هو كيفاش عامل، ندور لكم فيه من هنا. شوفوا هذا هذا، خذوا فكره حتى على لا ديكوراسيون كيفاش عامله وديك الشيء. فوالا شفتوا هنايا بلاكار، طبعا البلاكار ما غيكونش حيت ماشي بلاكار د الحيط، يعني هذا المقطع الواحد يقدر يشدو بنيلو هنايا يعملو بلاكار كامل، فهمتوا؟ هنايا شفتوا هنايا عاملين كوكيتا بالبوفا وديك الشيء. شوفوا هاد هذا شحال مزيون، شفتوا؟ لا نجيو لهاد الجهه، انا عامله الفلاش باش يقدر يبان لكم هادشي معاود. هذا البيت الثالث ها هو، وهما كاتبين اربعه د الغرف بلوس صالون، يعني حيت ديك البيت التحتاني اللي شفتوه مفرش بالزرق والصفر هو اللي نورمالمون محسوب 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 البيت الرابع نورمال. هنا في الفوق كاين غير ثلاثه د البيوت والصالون و باردون ثلاثه د البيوت والحمام الدوشه. فوالا هذا ستيتو شويش، صراحه هاد الفرشه كنخصهم يجيبوهم بالطول ماشي بالعرض، ما عجبونيش هيدا جاو اون كومبرون، هما يمكن بغاو يخليو لاكسيل الشرجم اللي يبغ. ها نتوما كتشوفوا هذا هذا ستيتو، هذا البيت ستيتو، يعني الله يجي فيها فرش واحد صراحه ولا جوج.
هذا متوسط وهذا اللي شويش كبير، واخا كيبان هذاك الثاني، المهم هذا اكبر منه شويش حيت فيه هذه الدخيله تقدر تستغلها تعمل فيها بلاكار. فوالا شفتوا، هذه هي لابارتمون تيموان او لا دوبلكس تيموان ديال الضوحه اللي كاينين في مدينه الفردوس، ما بين قريبه لعين عوده بالضبط، ما بين سيدي يحيى زعير وعين عوده. شو شوات هادشي اللي كتشوفوا هنايا، هادو هما لي زابارتمون ديال جوج ثلاثه البيوت. بالنسبه اللي بغى يشوفوا الفيديو المره الجايه ان شاء الله غتشوفوا لي ديتاي اليوم كاملين، وغتشوفوا حتى لابارتمون تيموان. بالنسبه لهادو دابا ديال الدوبلكس هما اللي كتشوفوا قبلتنا، هذا الشطر الاول، هذا اللي موراه الشطر الثاني، والثالث والرابع باقي فين ماشي ديك الزنك تما غيتبناو الثالث والرابع. شنو بغيت نقول لكم، بالنسبه لهادو اللي فيهم دوبلكس راه كتشوفوا اربعه ديال لي زيطاج ياك، والتحتي طبعا تحتي فيه غير ديال هاد العمارات هادو، فيه غير لي زابارتمون ديال جوج وثلاثه د البيوت. اما بالنسبه للبروميير ايطاج، بالنسبه لهاد الشرجم هذا اللي كتشوفوا الاولاني، كل اربعه شراجم فيهم دوبلكس كما كتشوفوا هيدا، يعني بالنسبه للطبقه الاولانيه التسبيق ديالها 5 مليون. بالنسبه للطبقه الثالثه حيت الثانيه داخل 7 للدوبلكس الاول، بالنسبه للطبقه الثالثه ابارتيغ من هنا للفوق هذا التسبيق ديالو 3 مليون. نتمنى ان الفكره تكون واضحه. وبالنسبه ملي كتجيو هنايا راه كاين السيد اللي كيكون في البيرو دو فونط ولا السيده كاملين كيشرحوا لكم كل شيء اون ديتاي. شو هاد دابا الدوره في الدار ساليناها، نتمنى ان هذه الدوره هذه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا. وهذا اذا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه انا غنحاول حاولت في الفيديو نجاوب على الاسئله كاملين، اذا عندكم شي سؤال اخر خليوه لي في لي كومونتير.